السلام عليكم. في 24 نوفمبر 1934 تم إصدار قرار من هذا المكان، وقعه رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، يمنع الصلاة في مسجد وجامع آيا صوفيا الذي تم تحويله إلى مسجد بعد الفتح العثماني على يد السلطان محمد الفاتح في 1453، وقبلها كان كنيسة لفترة من الزمن، وقبلها كان أيضا معبدا رومانيا، وقبلها كان يستخدم لأمور مختلفة. القصة هنا، هل يجوز للمسلمين تحويل الكنائس إلى مساجد؟ نعم، يجوز ذلك في الفقه الإسلامي إذا فتحت المدينة عنوة، وكان هذا الذي يفعل جميع الأمم ليس فقط المسلمين، لم يكن عندهم خيارات أخرى سوى أنهم يأخذوا المدينة ويحرقوها على رأس أهلها. وأبلغ أمثلة على ذلك الذي فعله الفرس في البيزنطيين عندما احتلوا جميع الأراضي حتى وصلوا إلى القسطنطينية وأخذوا الأناضول وأخذوا حتى مصر، حرقوا الكنائس وقتلوا الناس ولم يبقوا أحدا. الإسلام أتى وأعطى الناس ثلاثة خيارات. أعطاهم الخيار الأول أنهم يسلموا، فإذا أسلموا لا يتغير عندهم شيء سوى الأمور الإدارية، وهذا الذي حصل في اليمن وفي البحرين. والي اليمن بنى أول مسجد في قصره، والآن هو موجود في صنعاء. الخيار الثاني كان يعرض عليهم أن يسلموا المدينة، إذا سلموا المدينة لا يكون هناك أي قتال وتبقى الكنائس على ما هي. وأجمل مثال على ذلك بيت المقدس عندما حررها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحها، لم يغير أي شيء من الكنائس، بل المسجد الأقصى كان خارج حدود المدينة ولم يكن مستخدما لسنوات طويلة. المثال الثالث أو الخيار الثالث أنه إذا لم يسلموا ولم يسلموا، إذا أخذت المدينة عنوة يطبق عليها الأحكام التي كانت تطبق في ذلك الزمان، إن كل المدينة مباحة للفاتح الجديد. فلذلك عندنا مثال يجمع بين الجزء الصلح والفتح عنوة وهو دمشق. عندما دخل عمر بن الخطاب أبو عبيدة وخالد بن الوليد تم فتح نصف المدينة عنوة على اختلافهم ونصفها صلحا، فالنصف اللي كان صلح بقي بيد المسيحيين، لم يغيروا المسلمين به شيء، والجزء الآخر الذي فتح عنوة كل شيء يعود للمسلمين حتى نصف الكنيسة التي فتحت عنوة تكون بيد المسلمين وتم تحويلها على يد الصحابة رضوان الله عليهم إلى مسجد. الآن فتح القسطنطينية كان فتح عنوة، وتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، أو ليس فقط آيا صوفيا بل أكثر من 26 مسجد كنيسة في إسطنبول تم تحويلها إلى مساجد. هناك كنيسة كان اسمها آيا صوفيا الصغيرة، كتشوك آيا صوفيا أو ليتل آيا صوفيا، هذه إلى اليوم موجودة كمسجد قريبة من آيا صوفيا الأولى. لكن هذه الفكرة، تحويل المكان، النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل إلى مكة كانت مليئة بالأصنام وكانت معابد للكفار، لأنه فتح مكة عنوة جاز له أن يغير كل ما بها. فربما هذا المثال ليس مناسبا، لكن هناك أمثلة كثيرة عندنا إلى الفتح عنوة. والذين يتكلمون اليوم ويقولون كيف حول المسلمين، هذا جائز بكل شرائع العالم في ذلك الوقت، بل في الفقه الإسلامي يجوز للخليفة ويجوز للفاتح تحويل الكنائس إلى مساجد أو إلى ما يشاء إذا فتحها عنوة. أما إذا فتحها صلحا كفتح بيت المقدس لا يجوز له أن يقوم بذلك. وكذلك نفس الشيء الذي نراه في المدن التي فتحت أو أسلم أهلها. فهذا باختصار اليوم عندما تعاد
آيا صوفيا إلى مسجد، هذا أمر فقها وعلما وشريعة وفي دين المسلمين، المكان الذي أصبح مسجدا لا يكون إلا مسجدا إلى قيام الساعة. فلذلك المسجد الأقصى تم تحويله إلى أمور مختلفة، المسجد الحرام تم تحويله إلى أمور مختلفة، ويعود مسجدا وسيبقى مسجدا إلى قيام الساعة، مهما تغير عليه الحال، مهما وضع حول الكعبة من أصنام، ستبقى المسجد الحرام مسجدا إلى قيام الساعة، وكذلك آيا صوفيا سيبقى مسجدا إلى قيام الساعة وإعادته إلى طبيعته، وهي المسجد الذي تم تغييره من هذا المكان قبل 86 عاما، ما هي إلا إعادة الروح الإسلامية التي عمل عليها الأتراك منذ أن تم تحويله إلى متحف. ففي الحقيقة الغرب كان يحاول تحويله، عندما احتلوا إسطنبول حاولوا تحويله إلى كنيسة مرة أخرى، لكن العثمانيين أو الأتراك لم يسمحوا لهم. وعندنا نفس الشيء، عندما دخل بدأت الجمهورية التركية وتم إصدار القرار بتحويله إلى متحف ومنع الصلاة فيه، حاول منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا 86 عاما والأتراك المؤمنين بالله عز وجل يحاولون إعادته. كانت مظاهرات في السبعينات كان يقوم بها نجم الدين أربكان وحزبه وغيرهم، حاولوا إعادة آيا صوفيا إلى مسجد، لم يستطيعوا إعادته إلى مسجد، لكن كما كان يقول نجيب فاضل، كان يقول ستفتح وستعود إلى مسجد بإذن الله عز وجل، وسيندحر أولاد الفجرة من هذا المكان، ستكسر الأغلال عن هذا المكان. وتم كسر الأغلال عن آيا صوفيا رغم اعتراض المعترضين ورغم ما يريدون. وكما بشر ابن الزكي صلاح الدين عندما قال له وفتحك حلب الشهباء في صفر مبشرا بفتوح القدس في رجب، أمس رجب طيب أردوغان يقول أن فتح آيا صوفيا وإحياءها مرة أخرى هو إعادة بداية الخطوة لتحرير المسجد الأقصى، لإعادة الحرية إلى المسجد الأقصى، وما ذلك على الله ببعيد. وإن شاء الله الفرحة العارمة التي تجدها اليوم في وجوه الأتراك المتدينين وغيرهم من إعادة إلى مسجد إلى أصله، إن شاء الله نعيش فرحات أعظم منها عندما نسجد سجدة الفتح في المسجد الأقصى وقد حررناه من يد الغاصبين بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء في فيديو آخر بإذن الله. السلام عليكم.